بالتالي خلينا نتكلم في اللي جاي بقى، وده اللي بيبقى دايما اهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي الكبير، وهو فيما يتعلق باستعدادات النادي الاهلي لمباراه صن داونز، مباراه الاياب يوم السبت القادم باذن الله في بريتوريا. الاول خلينا نقول لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب هيكون رئيس بعثه النادي الاهلي هناك في جنوب افريقيا، وده قرار مجلس اداره وقرار من الكابتن محمود الخطيب لمسانده اللاعبين في مهمه قويه زي دي، ومباراه غايه في الصعوبه والنديه مع فريق هو اصعب فريق في البطوله وهو فريق صن داونز. فبالتالي مهم قوي لما يكون متواجد قيمه كبيره زي الكابتن محمود الخطيب في رئاسه بعثه النادي الاهلي كحافز اضافي للاعبين اللي هم اكيد عندهم حافز موجود اصلا، واكيد هم عارفين ازاي يقدروا يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر الفرحه باذن الله تعالى من خلال التاهل، والفرحه الاكبر باذن الله من خلال الفوز باللقب. فبالتالي خطوه جيده من الكابتن محمود الخطيب رئاسته لهذه البعثه. الفريق طبعا هيتوجه ل جنوب افريقيا النهارده بالليل في تمام الساعه 11:30 مساء، الطائره هتتحرك بالمناسبه نفس الطياره اللي هيكون فيها ايضا لاعبو صن داونز. الرحله اعتقد يعني حوالي 19 ساعات، ان شاء الله يوصلوا بالسلامه وان شاء الله يستعدوا بشكل قوي للمباراه المقبله. خليني اقول لحضراتكم كمان قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه هي نفس قائمه الاهلي لمباراه الذهاب. في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، في خط الدفاع محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ووليد سليمان، ايمن اشرف، وفي خط الوسط كل من حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، ومروان محسن. بمناسبه عمرو السوليه لعيب جامد قوي، عامل يعني موسم ممتاز حتى الان مع النادي الاهلي. محمد مجدي قفشه، وعلي معلول، واحمد الشيخ، واليو باجي، واحمد فتحي، وجونيور اجايه، وجيرالدو، ومحمد هاني. دي قائمه النادي الاهلي لمباراه صن داونز، مباراه الاياب باذن الله يوم السبت القادم، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. كمان الاهلي هيتدرب على ملعب الجامعه في بريتوريا. خليني اقول لحضراتكم ان سافر امبارح الكابتن سمير عدلي مدير اداري لفريق النادي الاهلي، سافر لجنوب افريقيا عشان ينسق لكل الامور اللي بتتعلق باستقبال بعثه النادي الاهلي هناك، وكمان ينسق كل الامور اللي بتتعلق بتدريبات الفريق وملعب التدريب والتنقلات وكل ما شابه ذلك يعني. فبالتالي هو خلاص يعني ظبط كل حاجه وكل الامور جاهزه لاستقبال النادي الاهلي ان شاء الله في جنوب افريقيا، وده من خلال كمان تواصل الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره مع الكابتن سمير عدلي مدير الاداري المتواجد حاليا في جنوب افريقيا، وكل الامور ماشيه بالشكل الايجابي في اطار التنظيم لاستقبال فريق النادي الاهلي هناك في بريتوريا. خليني اقول لحضراتكم ان ملعب الجامعه ده هو اللي هيستضيف تدريبات النادي الاهلي، وتم حجز الملعب خلاص بشكل رسمي، واكيد هيكون النادي الاهلي مران رئيسي على ملعب لوكاس موريبي، هو الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه يوم السبت باذن الله، وهو مران الرئيسي اكيد هيسبق المباراه ب 24 ساعه طبقا للوائح الكاف. ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في هذه المباراه الهامه جدا والمصيريه بكل تاكيد، واحنا متفائلين بشكل كبير جدا وعندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني واللاعبين.